أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم انطلاق عمليات تحرير قاعدة العند بمحافظة لحج بشكل رسمي. واستعد الجيش الوطني والمقاومة لاقتحام القاعدة بعد محاصرتها من جميع الجهات. وقال مصدر عسكري بأن الهجوم سيتم من جهة الغرب بقيادة العميد فضل حسن قائد لواء أول حزم، والجهة الثانية باتجاه مثلث العند بقيادة العميد ثابت جواس. وكان طيران التحالف قد شن عشرات الغارات على قاعدة العند منذ مساء أمس حتى صباح اليوم. كبدت المقاومة الشعبية ميليشيات الحوثي وصالح خسائر كبيرة بعد معارك ليلية عنيفة اندلعت في محافظة مارب. وصدت المقاومة الشعبية بمساندة قوات الجيش الوطني هجوما للحوثيين على مديرية مدغل بالتزامن مع استمرار قصف طيران التحالف مواقع وتجمعات للحوثيين في المحافظة. كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن وجود مبادرة من 7 نقاط لحل الأزمة اليمنية يتم تداولها حاليا وطرحها على الأطراف المعنية في اليمن والمنطقة. وأوضح ولد الشيخ في حوار صحفي بأن الأفكار المطروحة تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن ووقف إطلاق النار ووضع آلية لمراقبين دوليين ذوي خبرة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة الانسحاب ووقف القتال. بدوره قال المتحدث باسم الحكومة راجح بعدي بأن الحكومة لم تتسلم رسميا أي مبادرة جديدة للحوار، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية علمت عن تلك المبادرة بطريقة غير مباشرة عبر بعض القوى السياسية. قال الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الدكتور نبيل عثمان في تصريح صحفي بأنهم اضطروا لسحب الموظفين العاملين في اليمن بعد أن تم سرقة معظم مكاتبهم من قبل الحوثيين. هز انفجار عنيف صباح اليوم مدينة إب بالقرب من منزل وكيل المحافظة السابق عبد العزيز الوائلي، وبحسب شهود عيان فإن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحاياه.